في مركز بيروت للفن يقدم الفنان التشكيلي عمر المسمار معرضه الفردي الأول تحت عنوان تخيلات مصادرة. تخيلات مصادرة معرض بيطرح مجموعة من الأعمال بتتضمن فيلم وجهاز عرض وسلسلة دراسات من الموزاييك أو الفسيفساء، وبتتمحور هذه الأعمال حول موضوع التهجير بطبقاته المتشابكة عبر الأجساد، عبر سندات الملكية، عبر تراث الثقافة، وبالمقابل أعمال الحماية والترميم يلي بتحاول تتصدى وتقاوم الأضرار المنهجية الناتجة عن الحرب بسوريا. عدد كتير كبير من الأعمال كان جاهز من 2019، بس كل الأحداث اللي صارت واللي توالت من وقتها منعتنا من أنه نعمل العرض، فضلوا الأعمال بالستورج لفترة طويلة لحد ما بيروت أرت سنتر طلبوا مني possibility أنه نعمل exhibition بهذه الأعمال ونزاد عليهم كم عمل. وبنفس الوقت ب 2021 اشتغلت على فيديو هو كان كوميشن من منصة تي بي اي 21 بالتعاون مع أشكال ألوان، ولقيت أنه بما أنه الموزايكات موجودين بالستورج وما رح ينشافوا لفترة طويلة وكان بعز الحجر، خليني أجرب أفكر بطريقة تانية لأشتغل حواليهم، فكان الفيديو اللي اسمه حرب أبو فريد أو أبو فريد وور.